إلا ظنيتي أن لاصال هو التمرين راك غلط، لاصال أسلوب حياة. مكتجيش شي حاجة بالصدفة ولا بالحظ، كلشي محسوب ومنظم. القصة كلها في الصبر والاستمرار. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. فيديو جديد، موضوع مهم جدا. غنهضروا اليوم على ثلاثه نقاط مهمين جدا. الى ما تواظبتيش على ثلاثه نقاط، ما عمر العضله ديالك غتكبر وما عمر غتوصل للهدف ديالك، سواء كتاخذ مكملات ولا كتاخذ حتى الهرمونات. بلا النقاط هادو وما واظبتيش عليهم، ما عمرك غتوصل للهدف ديالك. شنو هما هاد النقاط؟ اول نقطه اللي غنهضروا عليها هي التغذية، النظام الغذائي. النظام الغذائي هو المهم. بدون نظام غذائي كامل، يعني انت خصك تعرف الماكروز ديالك شحال كتحتاج، كل واحد والميزان ديالو، كل واحد والماكروز ديالو. ما تاخذش بروغرام ديالك، يعني بروغرام ديال الماكله ديالك من شي واحد اخر. خص يكون عندك بروغرام ديال الماكله خاص ديالك على حسب الميزان ديالك وعلى حسب الطول ديالك. باقي غندير ان شاء الله الفيديو على حسب لا باز ديال الماكروز، يعني لا باز، نهضروا على لا باز ديال النظام الغذائي باش تعرف شحال خصك تاخذ البروتين في النهار، شحال خصك ديال الكرب، شحال خصك الدهون الصحيه. المهم الخوت، فوقاش كنهضروا على النظام الغذائي متكامل، كنهضروا على بروتين هو الاساس، هو اللي كيعاون، يعني هو اللي كيساعد العضله بزاف باش تكبر، لان فيها احماض امينيه وفيه بزاف ديال الغذاء العضله. المهم هذا هو الغذاء العضله، ولكن بلا هذا البروتين هذا ما كيتمشاش بوحدو، ضروري ما خصو الفيتامينات والاملاح المعدنيه. هذه هضرنا عليها. دابا غنتقلوا للكرب. الكرب كتاخذوا كتعرفوا الكرب راه في الروز والبطاطا، وبطاطا حلوه والخبز الشريع والشوفان. الكرب كتاخذوا على حسب الهدف ديالك، واش بغيتي تنشف ولا بغيتي تضخم. الا بغيتي تنشف كتنقص الكرب، بغيتي تضخم كتطلع الكرب. الدهون الصحيه كذلك، الدهون الصحيه كناخذوها من بزاف ديال المصادر، الافوكا، المكسرات، زيت جوز الهند. المهم بزاف ديال المصادر. كنهضر على الدهون الصحيه، ما كنهضرش على الدهون المشبعه، حنا كنهضروا على الدهون غير مشبعه. المهم خص يكون عندك واحد النظام غذائي ديالك انت على حسب الجسم ديالك. هذه هي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه هو النوم. خصك تبقى تنعس في الوقت، ماشي خصك، نقولوا خصك من 7 حتى 9 السوايع، اما تنعس 7 السوايع ولا 8 السوايع ولا تعود سويع، ويكون كاليتي النعاس مزيان، يعني نوم عميق. والنوم غيكون بالليل، ولا وجعلنا الليل سباتا والنهار معاشا. ماشي تجي تنعس مع 4 وتنوض مع الوحدة تقول لي راه نعست 9 سوايع. هادشي ما كيلعبو، الجسم ديالك ما كيلعبش هادشي، لان فوقاش كيكبر الجسم فوقاش كتكون ناعس بالليل. يعني خصك تنعس على الاقل مع 10 ولا مع 11، وتنوض بكري، تنوض مع 7 مع 6، المهم تنعس 7 حتى 8 حتى 9 سوايع ماكسيموم، مينيموم 7 سوايع. لان كلشي يعني الدوره البنائيه اللي كتوقع لك فوقاش كتكون ناعس. الغذاء الجسم ديالك والعضله ديالك كتمتص الماكله وانت ناعس، كتكبر وانت ناعس. الى راك باقي صغير وبغيتي تطول خصك تنعس بكري وتفيق بكري، لان بنادم فاش كيكون ناعس تما كيطول وتما كيكبر. اذا النوم مهم جدا.
والنقطه الثالثه الخوت هو يكون عندك بروغرام على حسابك انت وعلى حساب الجسم ديالك. ما تاخذش بروغرام ديال بيغرامي وتخدم به انت، ولا بروغرام ديال شي بطل من الابطال الاولمبيه وتجي انت تاخذ دير تريني به. مستحيل، ان كما كنشوفوا اكثريه ديال الابطال كتلقى كيخدم ايضا هذاك. يعني بالنسبه للبيسبس خصك تطلع لهاد البلاصه، هو كيطلع الفوق، هو عند المدرب ديالو كيقول له شنو غيدير. ما تتبعوش، لان الا تبعتي ما عمرك توصل على النتيجه اللي كيوصل اللي غيوصل ليها هو، لان الجسم ديالك بوحدو والهدف ديالك بوحدو والهدف ديالو هو بوحدو، كياخذ منشطات وكياخذ الهرمونات وداكشي. لذلك خص يكون عندك بروغرام ديالك انت اللي غيجي معاك، وخصك ماكسيموم كل شهرين بدل البروغرام. الجسم ديالك ما تولفوش على واحد البروغرام، ان فوا غتولفوا على واحد البروغرام كيحبس ما يبقاش يكبر. علاش؟ لان صافي ولف على ديك الثقل، ولا ولف على ديك البروغرام، على ديك الطريقه ديال الخدمه. دائما خصك تصدمو، ودائما العضله خصك توصلها للستريس. كيف الستريس؟ يعني توصلها للفشل العضلي، ما تقدرش تهز. ما اكثريه الناس اللي وصلوا يعني وداروا فورما زوينه ما كيحسبوش، ما كيحسبوش السيريات، ما كاينش 15 ولا 12 ولا حتى كتوصل للفشل العضلي عاد تحط، حتى ما كتقدرش تهزها عاد تحطها، لان العضله فوقاش كتعطيها ديك ستريس، يعني كتعطيها واحد تقل واحد الضغط. شنو كدير هي؟ كتبقى تكبر باش تحمل ديك الثقل، كتكبر بزز عليها تكبر باش تحمل ديك الثقل. بطبيعه الحال الا عندك نظام غذائي مزيان وكتنعس مزيان. هذا ما كان اخوت، كنتمنى ان شاء الله يكون عجب لكم الفيديو، وما تنساوش تشجعونا باللايك، واللي ما ابونيش ابوني معنا وفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد، وكاين مواضيع بزاف كيستناوكم الخوت، ما تزبيوش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.